عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. الثاني المركز الثالث، نشوف الثالثة على شاشة التلفزيون يا مخرجنا، وتوقيتها الزمني أكيد أن 13 دقيقة في 8 كيلو مترات، هذه 13 دقيقة 7 ثواني وثلاث أجزاء من الثانية، وراشد يمعى بن راشد وسعيد بالغافرية على ما أعتقد اللي حلف المركز الثالث أو من المركز الثالث عموما على كل حال تهانينا للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الخامس عشر ما قبل ختام هذه الأشواط، والذي خصص للزمول المحليات الأصايل شعارات أبناء القبائل الحاضرة على أرضية هذا الميدان. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والحاضرة في هذه اللحظات، لحظات ما بعد انطلاقة كل الشعارات والأسماء الحاضرة على أرضية هذا الميدان. بسم الله وعلى بركته دائما نتوكل ونطلب السداد والتوفيق لكل المشاركين. أتقدم مع المراكز الأولى وانطلق مع المركز الأول، زيزوم مع المركز الأول، سيب بن مبارك بن هواش الخيلي من يقدم زيزوم في مقدمة هذه الأسماء والشعارات المنطلقة في هذه اللحظات. المركز الثاني من الجانب الآخر يتواجد المستشار أحمد بن مبارك بن سعيد الاكتبي القادم شعار بالعمري القادم على المركز الثاني. والمركز الثالث السهم سالم بن خلفان بشاوي الخلي القادم على المركز الثالث. والمركز الرابع نتابع المركز الرابع مياس القادم على رابع المراكز، خليفة بن سيف بن كاسب المسافري من يتابع انطلاقات وتحديات مياس على المركز الرابع. النقلة للمركز الخامس يتواجد مغذي محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتقدم في هذه اللحظات شعارك يا ابو حمد، ومع انطلاقة مغذي على المركز الخامس. المركز السادس شاهين لمحمد بن سعيد بن محمد بن راشد الاكتبي القادم في سادس مراكزنا، ومركزنا السابع ياتي جزيل سيف بن ضعيف بن سيف الشامسي ياتي هنا مقدما جزيل على المركز السابع والثامن. المراكز ياتي الشرس لمحمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي، والمركز التاسع حملول لمحمد بن علي بن راشد الظاهري القادم في هذه اللحظات. شعار بن تريس القادم والمتقدم مع انطلاقة هملول، عاشر الأسماء ياتي شاهين جابر بن حمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي من يتابع ومن يطلق ويتابع انطلاقة شاهين على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا أول ندى في هذه اللحظات للعشر المراكز الأولى المنطلقة في مسار 8 كيلومترات. قطعنا 3 كيلو وتبقى 5 كيلو عن خط النهاية، وزيزوم على المركز الأول، زيزوم على الصدارة والمقدمة، ويقدم في هذه اللحظة سيب بن مبارك بن هواش الخيلي يتقدم
بن هواش ويتابع زيزوم، زيزوم على المركز الأول بالعامري قادما مع المستشار. يأتي هنا أحمد بن مبارك بن سعيد بن عامري الافتبي قادما على المركز الثاني. المركز الثالث السام سالم بن خلفان بالشاوي القادم الخلي، قادم في هذه اللحظات بشاوي مقدما السهم على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع يتواجد في هذه اللحظات وينطلق مياس خليفة بن سيف بن كاسب المسافري قادما هنا بن كاسب مقدما مياس على المركز الرابع. والمركز الخامس يأتي مغدي بشعار محمد بن سهيل بن عويضان العامري. والمركز السادس نتابع القادم شاهين لمحمد بن سعيد بن محمد بن راشد الكتبي قادما في هذه اللحظات. شعارك يا ابو سعيد مقدما انطلاقات وتحديات شاهين على المركز السادس. المركز السابع نتابع سابع الاسماء سابع المراكز، يتواجد الشرس في هذه اللحظات لمحمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي القادم على المركز السابع. ثامن المراكز جزيل القادم جزيل سيف الضعيف بن سيف الشامسي يتقدم ويقدم جزيل على مركزنا الثامن. والمركز التاسع يتواجد في تاسع المراكز وينطلق في هذه اللحظات، يتقدم شاهين لجابر بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي. والمركز العاشر اول نداء لنهاب القادم مظفر بن محمد بن خموشه العامري يتقدم هنا الشعار العيناوي مقدما انطلاقات وتحديات نهاب. هكذا هي النتيجه، هكذا هو ندانا الثاني. تجول عند العشر المراكز الأولى المتقسمة في هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الله، نتابع الأسماء القادمة والشعارات القادمة، ولنا عودة مع بن هواش الخيلي ومع بالعامري. ولكن اللي غير المستشار أحمد بن مبارك بن سعيد بالعامري لكتبي يتقدم، وبدأنا نغادر لوحة الثلاثة كيلومترات. قطعنا الخمسة وتبقى ثلاثة، ما تبقى إلا القليل يا بالعامري. المركز الثاني، المركز الثاني القادم زيزوم القادم في هذه اللحظات، سيب بن مبارك بن هواش القادم الخيلي مقدما انطلاقات وتحديات زيزوم على المركز الثاني. المركز الثالث وصل السهم في هذه اللحظات القادم بشعار سالم بن خلفان بشاوي الغفلي من خطف نقطة في هذا الصباح. يأتي مع مخيفة يبغي يخطف نقطة ثانية بطريقة واسلوبها لللمسة وبطريقة واسلوب السهم على المركز الثالث. المركز الرابع شاهين محمد بن سعيد بن محمد بن راشد للتبية. المركز الخامس يأتي مياس خليفة بن سيف بن كاسم المسافرية يقدم مياس على المركز الخامس. سادس المراكز مغدي محمد بن سهيل بن عويضان العامري. والمركز السابع وتابع القادم جزيل سيف الضعيف بن سيف الشامسي. ثامن المراكز عندك يا الطنيجي يقدم الشرس محمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي. المركز التاسع، المركز التاسع وتابع نهاب المظفر بن محمد بن خموشة العامري قادم. وعاشر المراكز شعار بن مصلح قادم مع شاهين جابر بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي. غادر المركز
مستشار 2 كيلومتر درهن في هذه اللحظات مدرج الهبوط تدريجيا الى خط النهاية والى ناموس هذا الشوط. والمستشار المستشار على المركز الاول ركز يا بالعامري بن هواش خادم بتاريخه وانجازات زيزوم على ارضية هذا الميدان. سيب بن مبارك بن هواش الخيلي القادم على المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات. المركز الثالث من القادم من الواصل في هذه اللحظات؟ شعار شاهين محمد بن سعيد بن محمد بن راشد الاكتبي قادما وكذلك مياس لخليفة بن سيف بن كاسب المسافري. وصلت الأسماء وصلت الشعارات وصل مغذي لمحمد بن سهيل بن عويضان بن عويضان القادم. ولكن نعود إلى الصدارة نعود إلى الكوكب الثنائي ما بين بالعامري الاكتبي وما بين بن هواش ما بين المستشار وما بين زيزوم. شوط المحليات شوط المحليات الزمول يعتبر من ضمن أشواط الانتاج والمنتجين وبالعامري وانتاج وبالعامري وانتاج. والمستشار على المركز الأول على الصدارة أحمد بن مبارك بن سعيد بالعامري الاكتبي يتقدم على المركز الأول. ولكن بن هواش بن هواش محرك زيزوم زيزوم القادم على المركز الثاني بشعار سيب بن مبارك بن هواش الخيلي يخت الخيلي بالعامري. وصل زيزوم زيزوم والمستشار المعركة ثنائية من القادم في هذه اللحظات وتابع القادم والواصل مرفوق القادم مرفوق عيد بصغير بن قنون بن يراد الاكتبي قادما ما يبتلى طهري الا هذه اللحظات. مرفوق بن يراد وبن هواش بن هواش يتقدم بانتاجه مع زيزوم سيب بن مبارك بن هواش. روح لخيلي روح بناموس هذا الشوط تهانينا والناموس منذ هذه اللحظات إلى مدينة العين دار الزين. من يحتفلون بهذا الانتصار في ميدان تحفة ميادين السباقات أول انطلاقات الزمول أول انطلاقات الزمول المحليات المحليات الانتاج الأصايل يذهب إلى بن هواش. سلموا لي على بن هواش سيب بن مبارك بن هواش الخيلي أسعد الله صباحك بكل خير يا راعي زيزوم. صباحك اليوم زيزوم المركز الثاني مرفوق لعيد بصير بن قنون من يراد. المركز الثالث مغذي لمحمد بن سهيل بن عويضان. المركز الرابع شعار بالعامري وصل مع المستشار. والمركز الخامس مع مياس لخليفة بن سيف بن كاسب المسافري. هكذا هي النتيجة هكذا هي الانطلاقات هكذا هي الزمول المحليات الأصايل في أشواط الانتاج. خطف بن هواش هذا الشوط وطارب إلى مدينة العين. قطع 8 كيلومترات بتوقيت زمني مقدار 13 دقيقة 22 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تانين والناموس لمالك زيزوم سيب بن مبارك بن هواش الخيلي. وسلام يا مدينة العين سلام أسعدتم صباحا بهذا الانطلاق. المركز الثاني نتابع 13 دقيقة 28 5 أجزاء من الثاني اللي وصلنا. مرفوق لعيد بصغير بن قنون بن يراد الاكتبي وصل على المركز الثاني ما قصر قدم عرض يشكر عليه فاجأنا في الكيلومتر الأخير. المركز الثالث 13 دقيقة 33 و6 أجزاء من الثانية اللي وصلنا على المركز الثالث مغذي لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الرابع شعار بالعامري الاكتبي. هكذا هي النتيجة تهانينا والناموس للجميع.
مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل.